بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. يوم المشاركة في المحافل الدولية، وخصوصا مجموعة قنوات الإمام الحسين والمؤسسات التابعة للمرجعية الشيرازية ومؤسسة مصباح الحسين للتنمية، هذا برنامج قد حظى عند العالم بالاهتمام، وقد انبهر به مجموعة من السفراء والوافدين. هذا ما لاحظناه من خلال زيارتنا إلى هذا المعرض المبارك. المشاركة الفعالة لقنوات الإمام الحسين الفضائية والمؤسسة مؤسسة الإمام الحسين ومؤسسة مصباح الإمام الحسين لها وقع خاص بهذا الجمع الغفير الدولي. النقطة المهمة والأساسية هو رفع الكلمة الحقة، ونلاحظ العالم في الوقت الحاضر يتطلع إلى هدف الكلمة وإلى مباني الكلمة وإلى إيصال كلمة الحق والهدف المنشود في رفع المستوى السلام والرفاهية في العالم بأجمعه. لاحظنا هذه المشاركة العظيمة في هذه المحافل الدولية وفي معرض بغداد الدولي، دخول هذه المجموعة مع وتنافس شريف مع السفارات ومع العالم بأجمعه بمختلف أطيافه بمختلف مبانيه، وذلك حتى يطرح فعلا البرنامج الحسيني المعروف، وهذا ما رسمه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أعتبر هذه المشاركة من جملة إحياء شعائر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، حتى المار الذي يأتي إلى هذا المعرض سواء كان من جميع الدول ينظر إلى اسم الإمام الحسين، يعرف أن هنالك كلمة حق، يعرف أن هنالك كلمة قد علا صوتها إلى أعنان السماء وانتقلت من عالم الدنيا إلى عالم الخلود إلى عالم الآخرة. أبارك لكل العاملين، لكل الذين ساهموا في هذا المعرض، والذين شاركوا في إحياء هذا التواصل مع المحافل الدولية، وكل العاملين في القنوات ومجموعة القنوات الفضائية ومؤسسة مصباح الإمام الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. أبارك لهم هذا العمل الجبار، ونتمنى إن شاء الله بالأيام القادمة والمحافل الأخرى مشاركة أكثر فعالية، ومن الله التوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشيخ أحمد اللامي مدير مكتب العلاقات العامة لمرجعية آية الله العظمى المرجع السيد صادق الحسين الشيرازي بغداد الكاظمية المقدسة. شكرا لمؤسسة مصباح الحسين للإعلام والتنمية
شكرا لكل الجهود المبذولة نحو ترصين المجتمع ونحو حل المشكلات المجتمعية، وخاصة تمنيكم لقضية الزواج والقضاء على العنوسة، باعتبار أنه هذه خطوات إيجابية نحو ترصين الأمن. يعني واضح جدا أنه كثير من معلوماتنا الأمنية وتقاريرنا الاجتماعية الأمنية بطريقة أو بأخرى تبين أن المتزوجين بالتأكيد هم أقل عرضة للجريمة ولجريمة جنائية أو الجنوح أو غيرها من الإشكالات الأخرى التي تؤثر على الوضع الأمني. لذلك خطواتكم هي خطوات بناء، خطوات اجتماعية أكاديمية علمية مدروسة، ونحن كذات علاقات وإعلام في وزارة الداخلية بالتأكيد نحن معكم في كل خطوة من شأنها أن تعمل على ترصين الأمن في عراقنا العزيز. طبعا حقيقة المشروع جدا راقي، وإحنا نفتخر بهيك مشاريع، كل الحب والتقدير لمؤسسة مصباح الإمام الحسين عليه السلام، ونحتاج إحنا لهيك مشاريع بهيك ظرف يمر به البلد. حقيقة العراق يستحق لهيك مشاريع، شبابنا يستحقون هيك مشاريع، ويا رب نتمنى لكم التوفيق، موفقين إن شاء الله، وإحنا كإعلاميين ندعمكم بقوة ونساندكم بقوة على هيك مشاريع. حقيقة تعتبر مشاريع مفخرة للعراق من هيك مؤسسات تعطي هيك أموال وهيك مساعدات لشبابنا. العراق اليوم يحتاج وقفة كل غيور، ومؤسستكم من المؤسسات الغيورة. كل الحب والتقدير لحضرتكم، حياكم الله. مستمرين وياكم أحبتي المشاهدين بالتجوال داخل أروقة معرض بغداد الدولي، والآن نحن قريبين من مجموعة الإمام الحسين الإعلامية ومؤسسة مصباح الحسين، أيضا مشاركين بأعمالهم ومشاريعهم داخل مؤسسة مصباح الحسين. خليكم ويانا نتعرف على مشاركة مجموعة الإمام الحسين ومؤسسة مصباح الحسين للإغاثة والتنمية. السلام عليكم. شلونك استاذ احمد؟ شلون صحتك؟ شلونك؟ ان شاء الله بخير. السلام عليكم. شلونكم؟ شلون صحتك؟ الدوره 45 لمعرض بغداد الدولي شاركت مجموعه الامام الحسين الاعلاميه بهذه الدوره بقنواتها الخمسه باللغات الخمسه وبالوكاله الاخباريه، وحضور عدد من كادرها من اعلاميين ومقدمين، والمشاركه كانت ايضا هنالك مشاركه ماسيه طبعا للمجموعه. المشاركة حقيقة أخذت انطباع جميل، أغلب اللي حضروا إلى جناح مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية أبدوا انطباعهم الجميل الإيجابي من الشخصيات الأجنبية والعربية والمحلية، كذلك من أكثر من طائفة دينية حضرت إلى هذه المجموعة تعرف اسم الإمام الحسين وصورة السيد المرجع آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي، و ما موجود على الشاشات أثار انتباه بعض الشخصيات من الطوائف الدينية الموجودة، وحضر وجلس وفتح حوار طيب وجميل، سألوا عن هاي المؤسسة وما تقدمه وما أهدافها المستقبلية والأسباب اللي دعتهم إلى أن تكون عندهم خمس لغات، وإن شاء الله كانت إجابات إيجابية أبدت ترحاب وتواصل مع كل الحاضرين. إن شاء الله يعني يكون الجناح بالنسبة للمجموعة كان مثمر لهذه السنة. ما هي النشاطات اللي قدموها للزوار المعرض من خلال مؤسسة مصباح الحسين للإغاثة والتنمية؟ مؤسسة مصباح الحسين أيضا كان لها حضور السنة بهذا المعرض، و تقدر تقول الكراريس اللي موجودة اللي تتكلم عن تأسيس المؤسسة وما تقدمه المؤسسة ومشاريعها وأهدافها كانت تقدم لكل الزائرين. بعض الزائرين كانوا يجون إلى الجناح للتعرف على هذا المشروع، خصوصا مشروع بيت المودة لتزويد شباب العراق. البوسترات الموجودة أثارت الانتباه، جلبت العدد من الزائرين من شخصيات ومن ناس عاديين وعرب وأجانب، كذلك سئلوا عن هذا المشروع، كيفية دعمه، كيفية الاشتراك به، كيفية التواصل به، سئلوا عن مؤسسة مصباح الحسين، رعاية مكتب المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد الصادق حسين الشيرازي دام ظله للمؤسسة، وأسبابه، أهدافه، نتائجه. فانفتح أكثر من حوار، صار أكثر من لقاء مع جهات إعلامية حول هذا المشروع بشكل خاص وحول المؤسسة
بشكل عام. وأيضا أستطيع أقول أنه كان المشاركة والحضور مثمر بالنسبة لمؤسسة مصباح حسين من ناحية إيصال هدفية هذه المؤسسة، ومن ناحية التواصل أو شبكة تواصل جديدة حققتها المؤسسة للمستقبل إن شاء الله تكون مثمرة. موفقين إن شاء الله. شكرا لكم، الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتقدم الشكر الجزيل إلى مؤسسة الإمام الحسين، هذه المؤسسة التي أبدت في مشاريع حيوية جدا بدعم الشباب والشابات من الناحية الثقافية ومن الناحية المهنية، وحتى دعم الشاب للتقدم إلى الزوجة الجديدة. هذه الحالات الاجتماعية التي يعزف بها الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور، طلب أولياء البنات المهور الغالية، ويعني أنا دخلت في أحد المضايف لطلب بنت، فاجأنا بالأب يطلب 20 مليون حاضر و20 مليون غائب. هذه الأمور لا تقلل ولا تكثر شيئا بالنسبة للشاب، أيضا الشاب يخاف من هيك مواقف. هذه المؤسسة اللي هي دعمت الشباب بصورة عامة وبأعداد هائلة من أجل تنمية المجتمع والزواج بصورة اعتيادية وتتدخل، وأنا بالنيابة عنهم أشكر كل العاملين في هذه المؤسسة لتقديم أفضل الخدمات للشباب، كان يعني شاب ولد أو بنت، من أجل تسهيل عملية الزواج. وإحنا الآن مجتمعنا الآن يعاني من حالات الطلاق الكثيرة، حسب علمي أنه بعض الحالات من أصدقائي القضاة الشرعيين يتقدم يقول الآن أنا اليوم عقدت 100 عقد، والآن عقدت أيضا 100 حالة طلاق. السبب هو يعني ما هو السبب؟ هل نسأل والد البنت أو البنت نفسها أو والد الأب أو الابن؟ نسألهم لماذا هذه الحالة؟ هل هي حالة مادية؟ هل هي حالة اجتماعية؟ هل هي تطرف شخصي؟ وإحنا نتمنى من هذه المؤسسة أن تقيم حفلات زواج تعاون بكل أطياف العراق، لا تختص بطائفة معينة أو لون معين، لأنه مؤسسة تحمل اسم الإمام الحسين عليه السلام. هذه المؤسسة يعني أتمنى عليها أنه كل الشباب العراقي بكل قومياتهم بكل طوائفهم أن يتقدمون إلى هذه المؤسسة لطلب الزواج، لكي تقف مع الشاب والشابة وتسهيل جميع الأمور الحالات الاجتماعية. وأكرر شكري وجزيلي لهذه المؤسسة الراقية التي تحمل اسم الإمام الحسين عليه السلام، الأستاذ حسون محمد مدير تسويق شركة جود التابعة إلى العتبة العباسية المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا من المشجعين والداعمين الى مشروع بيت المودة لكوده يقلل من حالات الطلاق اللي جسر بالمجتمع العراقي، وهاي ظاهرة لازم تكون معالجتها من كافة المجتمعات، مو بس الاعلام، من مؤسسات المجتمع المدني، من الحكومة، بالاضافة الى احنا نطلب هي مشكورة المؤسسة وقناة الإمام الحسين على جهودهم الجبارة بالقضاء على حالة الأنوثة الموجودة في المجتمع العراقي وعلى تفشي ظاهرة الطلاق اللي جسر بالحال. وأنا سمعت من حضرتك إنه حالات الطلاق جسر مقاربة لحالات الزواج في فترات في إحصائية لسنة 2016 وكذلك في سنة 2017، يجب أن نضع الحلول المناسبة لها. ف
فمشكوره لقناه الامام الحسين مع شبكه الاعلام العراقيه استطاعت بجهود ذاتيه التقليل من هذه النسبه. واحنا ندعو ونطلب من الحكومه مساعده الشاب بالتوفير السكن او الشقق السكنيه لمعالجه هذه المشاكل، لان اغلب المشاكل وانت تعرف الشاب واحنا عوائل عراقيه حجه العمه قالت كنا هاي احدى الاسباب، بالاضافه الى الانفتاح التطور اللي صار قبل نسوان. قبل كان ماكو موبايل، ماكو هالانفتاح، هسه موجود موبايل، موجود انفتاح، هذا كله يسبب زياده في حالات الطلاق، بالاضافه الى تاهيل الشاب الى مرحله الزواج. تدري الشاب من هو اعزب مو مثل الشاب اللي من يتزوج، هناك ما كانت اكو مسؤوليه، ما كانت اكو عائله، ما كان اكو اطفال، هنا لا تغير الموضوع، هنا صارت اسره وصارت اطفال وصار ملزم انه يحقق لهم هذا. يكون الوعي الشاب قبل ما يتزوج مدرك لهذه الامور لتجنب حالات الطلاق اللي تصير بالمجتمع وتقليل شانها. هاي النقطه. بعد اللي احنا نطلبه من الدوله ان توفير السكن. السكن جدا ضروري للتقليل من حالات الطلاق، على قد دعم الشاب من ناحية المادية شيء بسيط، من ناحية العمل من فرص العمل، دعم الاقتصاد جعل الشباب يشتغلون. هاي النقطة. النقطة الثانية، نطلب من بناتنا خواتنا تقليل المهور كل ما كان قليل. هو شو الفائدة إذا كان مثلا طلبت كيلو ذهب، إذا ما متوان مين وما متراهمين شي فيها كيلو ذهب، إنه يضطر يطهيها حتى لو يقسط لها ويطهيها وراه، في حين ان تقليل المهار من يكون 5 ملايين وبيناتهم موده ومحبه خو تسوى كنوز هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء نبي الله محمد صلى الله عليه واله وسلم. بدايه المشروع اللي مؤسسه مصباح الحسين، يعني فد مبادره جدا جدا رائعه ولخدمه الشباب عموما، ولتقليل لزيادة نسبة الزواج وتقليل نسبة الطلاق، مما اللي نسمع يوم عن يوم بازدياد مع الأسف الشديد. هاي المؤسسة مشكورة، يعني قرينا المضامين والخطوات اللي والمشروع اللي قائمين به، يعني فد شيء يعني مشكورين عليه، وفد فشي نتمنى ان الشباب تلتزم يعني الى حد ما به، لانه هاي لضمان المستقبل، مستقبل المجتمع، الحياة السعيده، ولنواكب الدول اللي المجاوره والمتطوره، واحنا مع يعني المفروض احنا نصير قدوه، لأنه إحنا مهد الحضارات، مهد الأنبياء والرسول الأئمة عليهم السلام. فيعني فد مشروع ما أعرف يعني شو أقول عليه، غير الله يجزوكم بألف خير، وإن شاء الله إلى أمام وإلى تحقيق إنجازات أكثر وأكثر. محمد التميمي، محافظة النجف الأشرف. في البداية نهنئكم ونبارك لكم على هذا المشروع. في الحقيقة احنا تجولنا في معرض بغداد الدولي في جميع أقسامه، لم نرى دعم مثل الدعم الذي تقدمتوه لشبابنا الذي صعب عليه التقدم والخطوة للزواج. يعني فد خطوة مباركة ومبهرة، انت دا تطلون فد خطوة بدون مقابل، وهذا الشيء ما موجود، ما اعتقد موجود. مؤسسة مصباح الحسين بالإضافة إلى أنه بيت المودة، تتضمن غرف زواج بالتقسيط بنص التكلفة اللي افتهمناه من عندكم، بالإضافة إلى أنه تطلون مليون دينار بالإيد للمعوزين واللي تشوفوه مستحق. فهاي ما أعتقد، يعني ما شفنا شي مبادرة. فندعو من الله أن يوفقكم لهذا المشروع الناجح إن شاء الله. حيدر صاحب الأسدي من النجف الأشرف. والله المشروع ناجح، ونتمنى من كل واحد يقدم عليه هذا المشروع، رغم بأنه هي المؤسسة قاعدة تعطي منح وتعطي مجال للمتزوجين وتقليل من نسبة الطلاق. العنوسة يعني صارت كارثية
من أرامل، من نساء شهداء، هو يعني صار الشهداء احنا، ويعني بنات يعني ورود هي أرملة، يعني كارثة هاي بالعراق، كلش كارثة هاي. ومشروع المودة مشروع جدا ناجح إن شاء الله، يتعمم كل العراق إن شاء الله. محمد خليل، وزارة التجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم على هاي المبادرة الطيبة، على هذا الموضوع المهم جدا ما يخص الشباب والعزوف على الزواج. لاحظنا في الآونة الأخيرة عزوف الشباب عن الزواج تأتي من عدة مسائل. الأولى هي الوضع المادي وصغر البيوت وكثر المهور طلبات الزوجة وعدم التوافق الذهني، إذا كان تخص الشهادة أو العائلة أو كذا العمل. العمل الآن وانت جنابكم تعرفون العمل متوقف الآن في جميع أنحاء البلاد، العمل لا يوجد عمل، كثرة البطالة. الزوجة عندما تأتي إلى البيوت تريد إمكانية مادية حتى تمشي حالها. أيضا الرجل عندما يبني أسرة لازم أيضا يريد له وضع مادي جيد حتى يمكن أنه يبني الأسرة أو يخلف الأطفال أو تستمر الحياة بشكل جيد. بارك الله بكم على هذه الخطوة الجيدة، ومؤسسة سيدنا الحسين عليه السلام الإغاثة نشد على أيديكم، ونحن معكم على هذه الحالة. وبارك الله بالجميع، واللهم يجعلكم بألف خير ويجعل بلادنا أحسن البلدان، وبغداد أحسن العواصم، وقناتكم أحسن القنوات، وشبابكم أحسن الشباب. يا ريت الله يبارك بكم. رعد الدليمي. Yeah, pa 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 p